تفضلوا بلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم جميعا، وأهلا وسهلا بسنافر جيل 2003 المميزين. طبعا في كثير منكم بده يدخل تخصصات الاي تي، وخصوصا تخصصات الاي تي الجديده المستحدثه بالكليات في الجامعات الاردنيه، بس في عنده استفسارات عليها ولسه ما اعرف تفاصيل عن هاي التخصصات. لهيك احنا فريق الكاسيت عملنا لكم سلسله من اللايفات عن التخصصات الحديثه، عملنا لكم لايف عن الامن السيبراني وعلم البيانات، بتقدروا ترجعوا لهم على هاي الصفحه للي حابب. واليوم باذن الله راح نحكي لكم عن تخصص المميز اللي كل عيون عليه، تخصص الذكاء الاصطناعي، اللي باذن الله راح يكون مجاله في المستقبل رائع جدا. واليوم احنا استضفنا لكم ضيف مميز ليحكي لنا عن هذا التخصص وتفاصيل عنه، الدكتور المميز القدير محمد ابو شريع من كليه الاي تي في الجامعه الاردنيه، ويعمل حاليا كاستاذ مشارك في قسم نظم المعلومات الحاسوبيه، وله كثير من المشاركات في مجال الذكاء الاصطناعي. بنرحب فيه، اهلا وسهلا فيك دكتور، شرفتنا. اهلا وسهلا فيكم، الله يحفظك اخي عبد الله، ويعني كل الشكر لكم على هذه الاستضافه وللكاسيت تيم ولجميع المتابعين. الله يسعدك دكتور، شرفنا حضورك. الله يحفظك. بالبداية اليوم احنا حابين تحكي لنا شو هو الذكاء الاصطناعي وشو استخداماته ووين بدخل بشكل عام عنه، تحكي لنا تفاصيلنا عنه فيه. الله يسعدك. تمام سيدي. بداية يعني بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية يعني أود أن أقدم يعني اعتذاري لكم جميعا ولجميع المتابعين حول هذا التأخير غير المقصود صراحة، يعني كان هنالك ظرف، وأود أن أذكر نفسي وأذكركم جميعا بقول الله عز وجل من سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، صدق الله العظيم. يعني بنلاحظ في الآونة الأخيرة يعني كثر الموت والفقد، ولا نعلم متى يكون دورنا، يعني سبحان الله، يعني الموت ما في عليه لا كبير ولا صغير. وبهذا اليوم المبارك طبعا أدعوكم جميعا بأن ندعو لأنفسنا ولجميع أمواتنا وأمواتكم بالرحمة، ربنا إن شاء الله يرحم الجميع، وربنا يعطينا ويعطيكم حتى يرضينا ويرضيكم بمشيئة الله. يعني الموضوع غاية في الأهمية، يعني قبل ما ندخل بعمق في موضوع الذكاء الاصطناعي وتعريف الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وما إلى ذلك، يعني دعوني كما يقولون من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، فاسمحوا لي أن أتقدم وأقدم باقة شكر لجميع طلابنا اللي بنعتز فيهم ونفتخر فيهم بالكاسيت تيم، وهم دائما يعني من الناس اللي سباقين في هذه المبادرات، وأنا تابعت صراحة يمكن اللايفات اللي قدموها الزملاء قبلي في موضوعات غاية في الأهمية، فهذا إن دل فإنما يدل على حرصكم على توعية الجيل والطلاب والقادمين إن شاء الله والمقبلين على الجامعات في الفترة القادمة. طبعا لا يخلو الأمر، يعني هنالك مفاهيم جديدة قديمة جديدة بدي أحكي، يعني مثل الذكاء الاصطناعي، أمن المعلومات أو الأمن السيبراني، وكذلك يعني علم البيانات، وموضوعات يعني كثيرة جدا. لا نستطيع اليوم نقول إنه هذه وليدة اللحظة، يعني أساسا حتى لما بنحكي عن الذكاء الاصطناعي فهو يمتد لي يعني أو نرجع لتاريخه، يمكن بلش حتى قبل 1950. فموضوعات لها باع طويل، لربما طبيعة الحياة والتغيرات اللي بتصير على حياتنا اليوم هي التي تستدعي إلى الاستثمار لربما أكثر، أو بصير في حاجة أكثر للاستثمار في بعض الموضوعات المختلفة. طبعاً بحب أقدم كذلك شكر لجميع المتابعين يعني المحترمين على مشاركتهم معنا ودخولهم معنا في هذا البث المباشر اليوم،
وطبعا أتمنى من الله عز وجل أنه يحتوي في طياته هذا البث معلومات ذات قيمة بالنسبة لكم ومفيدة، كل حسب اختصاصاته وتوجهاته، لا سيما طبعا أنه في بيننا اليوم طلبة مقبلين على دراسة جامعية بعد ما نجحوا وتميزوا بمرحلة الثانوية العامة. طبعا احنا اللي دائما يمكن بنعرفهم بمصطلح ونتنمر عليهم شوية احيانا وهم السنافر، تمام؟ يمكن نزلت سابقا بعض المنشورات حول السنافر، وصار لي بعض خلينا نحكي يعني احيانا كنا نلتقي في بعضهم، فكان باين سبحان الله انه مبين مسنفور، فيعني بدناش نستخدم اسم تنمر، لكن كنا فعليا ننقش مخاتنا عليهم شويه. اوكي، كمان يعني ربما يكون في بعض المتابعين المحترمين اساتذه باحثين طلبه دراسات عليا، بنحترمهم من جيلهم بنقدرهم على جهودهم العلميه والبحثيه في مجال علم الحاسوب بشكل عام، وربما كذلك الذكاء الاصطناعي. اليوم انا يعني بدوري أكيد لن يكفي إنه نحكي بلايف واحد مثلا حول الذكاء الاصطناعي من حيث التطبيقات وندخل بعمق وكذا، وأنا عارف إنه يعني محاضرتنا اليوم تتكون أو هذا البث سيكون تعريفي، تمام؟ ويعني نعرف بعض خلينا نحكي شو يعني الذكاء الاصطناعي، نعرف شو التطبيقات الرئيسية بدون ما ندخل بعمق، لأنه العمق زي ما حكينا بده يعني سلسلة لايفات. بداية دعوني أبدأ بتعريفنا شو يعني ذكاء اصطناعي، شو يعني Artificial Intelligence، حتى أعطي تعريف مناسب وجيد ومفهوم بسيط بالنسبة للذكاء الاصطناعي. أنا بدي أبدأ بشغلة بسيطة جدا، وهي تكريم الله عز وجل للإنسان للبشرية. ربنا عز وجل كرمنا ورفع منزلتنا كإنسان كبني آدم كبشر يعني مقارنة بباقي المخلوقات كلها، فقد ميزنا الله عز وجل بأنه أعطانا العقل، وهذا العقل هو مصدر الذكاء، هو مصدر الذكاء، مصدر التفكير، مصدر التدبر، الإدراك، الاستيعاب، الفهم، الاستشعار الأمور عن يعني من حولنا، فهم المحيط الذي نعيش، أوكي، وكذلك التعايش والتأقلم معه. وبالتالي ربنا عز وجل أولا كبشر كرمنا بهذه الخاصية. بالمناسبة يعني كثير من يعني العلماء يقدرون بأن الشخص المثالي يستخدم ما نسبته 4% من هالعقل اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطانا إياه. شوف الشخص المثالي، أي أن هنالك تقريبا 96% غير مستغل غير مستهلك. شوف سبحان الله يعني قديش إحنا هالعلم وهالتطور اللي واصلين له، لكن فعليا يعني ما زلنا مش مستغلين هذه القدرات على ما يجب. في أمور كثيرة جدا يستطيع الإنسان أو قوة الإنسان وهذا العقل تفوق قدراته الحاسوب. يعني بدي أعطي بعض الأمثلة، التعلم واكتساب المعلومة بشكل سريع، الإنسان هذه خاصية فيه، القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة، أوكي، بناء على ربما معلومات سابقة أو استخدام الخبرة بالنسبة له، التجربة الخبرة الذاتية اللي عنده بمواقف جديدة. هذا الأمر ليس يعني ليس من السهل على الآلة يعني التأقلم معه، لكن هذا سبحان الله الإنسان يعني اليوم أنت ممكن تتصل فيه وتقول لي والله مذكرني، يمكن لو أقول لك احكي دقيقة هيك زيادة سبحان الله أرجع يمكن أكون شفتك أو سمعت صوتك آخر مرة قبل 15 20 سنة. لكن الإنسان سبحان الله قادر إنه يسترجع الذاكرة، وبالتالي ممكن فعلا اوكي يميز هذه البصمه الصوتيه لهذا الشخص وبالتالي بتعرف عليه. هذا الامر قد لا يكون من السهل اليوم للآلي الا اذا طبعا استخدمنا الادوات المتقدمه، واحنا الانسان نقلنا هذا او هذا خلينا نحكي هذه الخاصيه للآلي، وراح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل. لذلك اذا الذكاء اساسا صفه بشريه اختص بها الله عز وجل للانسان على سائر المخلوقات. بالمقابل طبعا إذا نحكي هنا عن موضوع الذكاء البشري، أوكي، الذكاء البشري يتم استغلاله بحيث نقوم بتحليل وتصميم وتطوير واختبار وصيانة برمجيات وآلات ذكية. إذا إحنا هذا الذكاء البشري الموجود عندنا لابد أن نوظفه، أوكي، بعلم اسمه الذكاء الاصطناعي، بحيث نكسب هذه البرمجيات وهذه الآلات صفة الذكاء اللي فعليا نحن تفردنا بها كإنسان وكبشر.
اوكي، وبالتالي بصير عندنا آلات، بصير عندنا برمجيات فعلا الذكاء اللي بتوصل له تحاكي الذكاء البشري الذي اختصه ربنا عز وجل للإنسان. وما بدنا ننسى انه كذلك الآلة او حتى الحاسوب، خلينا نحكي بشكل عام، يعني تفوق قدرات الحاسوب كذلك الإنسان في بعض الأمور. يعني من الأمثلة عليها القيام بالعديد من العمليات الحسابية بشكل سريع، بثواني انت بتقوم يعني بعمليات حسابيه تفوق قدره الانسان، لا يستطيع الانسان ان يقوم بها بهذا الشكل او بهذه السرعه. تنفيذ المهام دون كلل او ملل، يعني نحن اليوم راح نلقي هيك يعني على الجانب يعني على الهامش نظره حول البيانات واهميه البيانات بالنسبه للذكاء الاصطناعي، وبالتالي يعني هنالك عمليات خلينا نحكي روتينيه تكراريه سوري تو سي احنا بنسميها دونكي وورك، يعني الاندستري بيعرفها دونكي وورك معروف، تمام؟ فالانسان يمل منها صدقا، هي ممله. تحضير البيانات وتجميعها وتحضيرها بحيث تكون مناسبه حتى تغذيها للبرمجيات او تغذيها خلينا نحكي للخوارزميات المختلفه، هذا امر تيديس وورك، يعني بياخذ منه وقت طويل مهلك. فانا على الصعيد الشخصي يمكن واحده من الداتا بيسز او في كوربس عملته للغه العربيه مثلا تسجيلات صوتيه اخذت مني تقريبا سنه وثمان شهور حتى عملت التسجيلات الصوتيه وقمت باداتها على نحو قادر انا استخدمها مع الخوارزميات المختلفه وادرب النظام عليها وما الى ذلك واختبر النظام. فبالتالي عمليه تحضير البيانات عمليه تاخذ وقت، بالتالي نعم اذا الحاسوب قد يقوم بهذا الامر بشكل افضل. تخزين واسترجاع البيانات والمعلومات بشكل يعني فائق السرعة وكفاءة عالية، النفقات وفي النفقات اليوم بنرجع لموضوع الداتا كولكشن وكذا، لو هذا الأمر أنا بدي أعطي هذه المهمة لإنسان لبشر يقوم بهذا الأمر وبقول لي بدي يأخذ سنة حتى يقوم بهذا الأمر، شوف قديش أنت بدك تدفع له رواتب. لكن هذا الأمر ممكن، يعني في أمور ممكن استغلال الحاسوب بحيث أنه تقلص هذا الوقت وبالتالي تقليص النفقات. إذا من هذا كله نقدر نقول إذا الذكاء الاصطناعي يدمج قدرات الإنسان التي يمتاز بها عن غيره من الأشياء الأخرى وحتى الحواسيب، وكذلك مع قدرات الحاسوب اللي أيضا يمتاز بها الحاسوب عن غيره من الأمور الأخرى. أوكي، إذا مصطلح الذكاء الاصطناعي يشير إلى التالي، هل نحكي عن أنظمة وأجهزة أو آلات تحاكي الذكاء البشري لأداء المهام التي يمكنها أن تحسن من نفسها استنادا الى المعلومات التي تجمعها. وبالتالي اذا راح نحكي اكثر يعني عن مصطلح شو يعني ذكاء اصطناعي من عده جوانب. هنالك من يقول هو سلوك وخصائص معينه تتسم بها البرامج الحاسوبيه تجعلها تحاكي القدرات الذهنيه البشريه وانماط عملها. اوكي، من طبعا اهم هذه الخاصيات القدره على التعلم، الاستنتاج، رد الفعل على اوضاع لم تبرمج في الاله وهكذا. اذا يمكن وهذا يعني انا متاكد انه حيكون هاجس الكثير اليوم بحكي طيب انا ادخل ذكاء اصطناعي مباشره اروح حاسوب. بالمناسبه الذكاء الاصطناعي هو فرع من فروع علم الحاسوب، يعني اساسنا احنا كلنا كل التخصصات اساسنا بالنهايه هو علم الحاسوب، ولكن طبعا تفرعنا وهذا اللي احنا عمالنا نشهد اليوم حتى هذه الفروع. اوكي، اصبحت الان برامج اكاديميه قائمه بذاتها، لكن بالمقابل خلينا نرجع لورا لأنه هذا أساساً تقدم بالتقنيات المختلفة والثورة الصناعية اللي نشهدها والتقنية. طبعاً نلاحظ أنه صار في عندنا تخصصية في بعض الأمور، يعني أنا أذكر يعني في السابق كنت أقوم بكل مراحل التطوير من الألف إلى الياء، من التحليل إلى الاختبار إلى اختبار نظام أو فحص النظام وحتى الصيانة، لكن هذا الامر اصبح الان غير يعني مش معقول تقوم شخص واحد يقوم بكل هذه الاعمال وكل هذه المهام. اذا صار في عندي سيستم اناليست، صار في عندي شخص محلل نظم وهو الخط الدفاع الاول اللي هو اللي بيتواصل مع الاند يوزر وبيعمل جاذرنج للريكويرمنتس وما الى ذلك. صار في عندي سوفت وير ديزاينر، صار في عندي سوفت وير اركيتكت، عندي ديفلوبرز بروجرامرز وعندي تيسترز والكواليتي اشورنس، تمام؟ ففي عندي فريق قائم بحد ذاته. عشان هيك احنا دائما بنحب انه طلابنا لما بيشتغلوا في مشاريع دائما يعني اي شخص بيجي بيقول انا بدي اشتغل لحالي بنقول لا هذا الامر مرفوض. ليش؟ لانه في مهارات لازم تتعلمها اللي هو كيف تكون تيم بلاير، يعني تلعب دور انه انت عضو بفريق، وبالتالي اذا هنالك تخصصيه. اليوم سندخل بعمق حتى المبرمجين شو بتبرمج،
لغات البرمجة وكذا، فصار في عندي سبس كثيرة أوكي، زي زملائنا في الحقول الأخرى مثل الطب مثلا أوكي، بدخل تخصص عام بعدين بلش يتخصص حتى يدخل جزئية محددة جدا. لكن هذه الجزئيات يعني تأخذ منها وقت طويل أحيانا، يعني حتى إنه فعليا تتمارس أو تكون فعلا خبير في هذا المجال أنت راح تأخذ وقت حتى توصل هذه الآلية. طبعا إذا هو فرع من فروع علم الحاسوب، يعرف الكثير أو يعرف الكثير من مؤلفات الذكاء الاصطناعي على أنه دراسة، شوف دراسة وتصميم العملاء الأذكياء، نحكي على الانتليجنت ايجنت هون أوكي. وبالتالي إذا والانتليجنت ايجنت أو العميل الذكي نظام يستوعب بيئته ويتخذ المواقف التي تزيد من فرصته في النجاح في تحقيق مهمته أو مهمة فريقه. إذن يعني البعض أخذ دور إنه الارتفيشال انتليجنس له علاقة ب العملاء او العميل الذكي، وراح نحكي عن هذا الموضوع اوكي، لانه من التطبيقات فعليا الموجوده في هذا المجال. جون مكارثي يمكن من اوائل من يعني عرف واشتغل في هذا المجال وعرف اصلا مصطلح الذكاء الاصطناعي بال 1956، فعرفه بانه علم وهندسه صنع الالات الذكيه. شوف اذا في عندي الات ذكيه، ولما بقول الات هنا انا خرجت من قوقعه انه انا بس بصمم سوفت وير، انا بحكي عن امبيدد سيستمز، هون بحكي عن انظمه اوكي تسيطر او تتحكم باداء الالات، اداء الاجهزه والمعدات من حولنا، تمام؟ فبنحكي عن امبيدد سيستمز، وهذا اللي فعليا لازم احنا نصممه. فالتعريفات كثيره جدا، قدره النظام على تفسير البيانات الخارجيه بشكل صحيح والتعلم من هذه البيانات، استخدام تلك المعرفه لتحقيق اهداف ومهام محدده من خلال تكيف المرن اوكي. يعني زي ما حكيت في يعني تعريفات كثيره جدا، لربما كذلك من الجدير بال يعني الذكر هنا انه يعني اعتمد الكثير من الباحثين والعلماء في تعريف الذكاء الاصطناعي على اربعه محاور رئيسيه، وهو التفكير كالانسان think like a human، الفعل كالانسان act like a human، التفكير العقلاني think rationally، والفعل العقلاني act rationally. إذن أربع محاور فعليا تساعدنا كذلك على تعريف الذكاء الاصطناعي. يعني حاولت قدر المستطاع إذن نحاول أن نكسب هذا الذكاء البشري، نكسبه وننقله للآلات والمعدات والبرمجيات من حولنا، للقيام طبعا أكيد يعني كل برمجية أو كل آلة ستقوم بأهداف محددة. إذا بننتقل وبنحكي عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي إذا تسمحوا لي أوكي، فيعني اليوم يمكن إحنا واصلين درجة كثير متقدمة أوكي، وصلنا نسمع يعني مصطلحات كثيرة تتسم أو دائما مصطلح الذكاء يعني مصطلح يعني ملتصق أو متسق مع كلمات كثيرة جدا، نقول المدينة الذكية، سمارت هوم، سمارت سيتي، سمارت كامبس، سمارت، تمام؟ ففعليا هي سمارت اوكي، يعني لما بتقول سمارت فعليا هنا انت بتحكي عن هذا الشيء يتمتع بالذكاء اوكي ويتصرف بذكاء في هذا المحيط. تطبيقات كثيره جدا فيما يخص الذكاء الاصطناعي، يمكن اللي خلانا دخلنا اليوم بمجالات متنوعه، التقدم اللي احنا بنشاهده وبنلاحظه اليوم على صعيد الشبكات، في تقدم فيها الهاردوير، فيه تقدم الجي بي يوز الموجوده، اللي يعني انا على الصعيد الشخصي في بعض التجارب العلميه اللي كنت اقوم فيها كانت تاخذ مني التجربه الواحده كانت تاخذ مني تقريبا شهر، الان بتحكي عن ظرف 12 ساعه 14 ساعه، اللي كانت تاخذ شهر قبل 10 سنوات مثلا الان a matter of باستخدام الجي بي يوز تاخذ يعني خلينا نقول 10 12 ساعه. شوف كيف، وهذا يعني اقصى حد انا ممكن بحكي لك عن التجارب اللي فعليا كانت تاخذ مني اطول مده، تمام؟ فاذا التطور المهول اللي احنا بنعيشه اليوم في المعدات في الاجهزه وما الى ذلك ساهم بانه ننتقل الى تطبيقات والات ذكيه اوكي، والى المصطلحات اللي احنا بنحكي عنها اليوم. اذا بنحكي عن التعلم العميق، بنحكي عن التعلم الالي، هذه فروع معرفية متطورة جدا في الذكاء الاصطناعي اوكي. بنحكي عن التنقيب عن البيانات او تنقيب البيانات، استرجاع المعلومات والويب الدلالي، تمثيل المعرفة اللي هي النوليدج ريبرزنتيشن، بنحكي عن معالجة اللغات الطبيعية ويمكن نغوص شوية اكثر
لا سيما وانه واضح بانه مثلا خطتنا للذكاء الاصطناعي في الجامعه الاردنيه كذلك تسلط على هذا الجانب او هذه المجالات المعرفيه المختلفه ضمن الذكاء الاصطناعي، بنحكي عن الروبوتس، بنحكي عن زي ما حكينا قبل شوي العميل الذكي. اوكي، طبعا العميل الذكي واللي اليوم لاحظ كثير من الجهات الكثيره يعني موجوده دخلت الشات بوت. مثلا انت اليوم بدك تبحث عن معلومه معينه، انت مش مضطر يعني تتواصل يعني هاتفيا مع الطرف الاخر، وانما من خلال شات بوت. اوكي، او كذلك ما يعني لما بيدخل في خاصيه السبيتش او يعني بصير في تواصل من خلال كذلك استخدام الصوت والكلام، فبالتالي بنحكي عن conversational agent. تمام، فالconversational agent بنحكي عن عميل او وكيل ذكي اوكي بخصائص وقدرات كلاميه، يعني قادر انه ياخذ ويعطي معك اوكي كلاميا يعني مش بس نصيا، اوكي بيحكي معك وبتحكي كانك مع انسان اوكي بالمقابل اوكي عادي. طبعا يمكن حتى نختبر احنا هذه الانظمه انه ذكيه او مش ذكيه، طبعا يتم استخدام الاختبار المعروف اللي هو تيورينج تيست اوكي، اللي طبعا بيكون في عندنا مثلا شخص خبير او انسان، وفي عندي مستخدم بالمقابل، وفي عندي هذه الاله او هذا النظام، وبالتالي او هذا الواكي او العميل الذكي. فبالتالي اذا لم يستطيع الانسان الخبير انه يميز بين انه الانبوتس عماله بتجي من الحاسوب من النظام الذكي خلينا نحكي او العميل الذكي او جاي من الانسان، فبالتالي نعرف انه هذا النظام فعلا انتليجنت او ذكي، لانه هو لم يكن قادرا على التمييز بينهما. بنحكي اليوم عن استخدامنا لمصطلح اللي هو الاكسبرت سيستمز، الانظمه الخبيره، يعني وهنا هذا الامر يتطلب يعني اهل الاختصاص في مجالات محدده انه يعني يشتغلوا معنا في هذا الموضوع. يعني بحب انوه هون مثلا مثال، اليوم نشر لنا بحث انا وزميلي الدكتور عمر القاضي مع طالب الدكتوراه معنا، يعني في مجله اسمها كمبيوترز ان بيولوجي اند ميديسن، ومعنا زملاء من كليه الطب ومستشفى الجامعه، والهدف كان بيحكي عن يعني هذا البحث بيتحدث عن اكتشاف الاورام في الدماغ. اوكي، يعني يعني وبالتالي باستخدام طبعا اللي هو الذكاء الاصطناعي او طرق التعلم العميق وما الى ذلك. فاحنا اليوم حتى يعني احاول ادخل بعمق اكثر، لابد ان نكون على وعي تام بانه جميع تطبيقاتنا اوكي يعني هي ما نطلق عليها مالتي ديسيبلينري. يعني احنا اليوم فعليا تطبيقاتنا متشعبه، تطبيقاتنا في الطب، تطبيقاتنا في القانون والحقوق، تطبيقاتنا في الشريعه، تطبيقاتنا في الزراعه، في النقل، زي ما بدك. تمام، وبالتالي اي شيء انا لو بدي اسال نفسي اليوم واسال اي واحد فينا، طلع حواليك قديش في شغلات غير محوسبه، قديش في شغلات بالواقع الذي نعيش غير محوسبه، وبتطمح انه يا ريت انه هذا يكون محوسب. اوكي، لانه راح يريح علينا كثير. تخيل شوف الجائحه اللي مرينا فيها، قلنا سنه ونص الله يعافينا واحنا ما زلنا مش عارفين وين ماشيين ومتى راح نطلع من هذه الجائحه. وبالتالي يعني لو كنا بنحكي عن حكومه الكترونيه فعليا تقدم خدماتها بالشكل المطلوب، لو كنا نحكي عن حكومه الكترونيه تستخدم الذكاء الاصطناعي بتقديم خدماتها، اوكي راح نشوف قديش احنا راح نمر على يعني هذه الجائحه بالنسبه لنا راح تكون عباره عن امر اعتيادي. ودائما كنت اسال نفسي مثلا يعني يمكن اجت الجائحه وخلتنا صرنا نلجا لبعض التطبيقات مثل الزوم والتيمز وكذا، اوكي حتى انه يعني نقوم باعطاء محاضراتنا عن بعد، لكن كنت دائما اسال نفسي باوقات يعني في الثلوج مثلا لما بيكون في عندنا ثلج هيك وسكرت الطرق وقال لك والله تعطل او تعطل الجامعات والدوائر الحكوميه وما الى ذلك، طب هل تقف الحياه كليا؟ يعني بصير انه احنا خلاص كل شيء يتوقف بالنسبه لنا؟ الاصل لا، الاصل انه استمر بالقيام بالمهام الموكله لي عن بعد ومن بيتي ومن اي مكان. لذلك كثير منا وانا واحد من الناس كنت دائما الجا لوسائل التواصل الاجتماعي المختلفه
اوكي، لانه هذه الادوات لم تكن متاحه في حينها، بحكي انا عن تقريبا من 8 9 سنوات و10 سنوات، فلم تكن متاحه بالشكل اللي موجود والاستثمار اللي صار فيه اليوم. فعشان هيك اضطريت انت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي حتى يعني توصل للطالب تبعك وتعطيه او تقدم له الخدمه المطلوبه، ومع ذلك ما كانت بالجوده اللي احنا بدنا اياها. اذا يعني امور كثيره جدا، احنا اليوم مالتي ديسيبلينري، انظر حولك وشوف قديش في شغلات. انا بحكي بال 2021، بنهايه ال 2021 قديش في شغلات مش محوسبه لسه، قديش في شغلات مش محوسبه، قديش احنا بنتغلب لما بنطلع وبنروح بتتقضى بتجيب بعض الامور. اوكي، قديش انت بتتغلب، قديش انت بتتغلب لما بدك تروح تعمل معامله معينه مثلا، تمام؟ فبالتالي احنا شغلنا مالتي ديسيبلينري، انت شغلك مش حصري، مش رح تضل قاعد انت وجماعه الحاسوب مع بعض، لا، لازم انت تنخرط بالحياه العامه وتشوف شو في شغلات موجوده عندنا بحاجه حوسبه اساسا، وبالتالي ادخال كذلك اللي هي الطرق وتطبيقات او طرق نحكي وبرمجيات وادوات وخوارزميات خاصه في الذكاء الاصطناعي لخدمه المجتمع. اللي بدي احكي عنه في هذا الجانب، يمكن اذكر نفسي واذكر كل واحد فينا بانه we are problem solvers، احنا بالاساس اساسنا حل مشاكل، اساس علم الحاسوب قائم على حل المشاكل، اساس الذكاء الاصطناعي حل المشاكل. انا لما بيجيني طالب او مجموعه طلاب وبتم الشغل على مشروع تخرج، لما بيقفز مباشره على الحل بقول له مش هذا الشيء اللي احنا بنبحث عنه، احنا بنبحث عن مشكله، وين المشكله وبالتالي شو كان حلها باي طريقه باي لغه برمجه، ما عندي مشكله، اهم شيء ان نحدد المشكله بشكل صحيح، تمام؟ واذا كان بالنسبه لي، انا بحكي عن نفسي، بحكي عن نفسي انا، اذا الاند يوزر او المستخدم الستيك هولدرز كمظله رئيسيه كان مقتنع بهذا الحل، اوكي، وفعلا لما احنا بنعمل تيستينج واجاب الاكسبتنس تيست مثلا، واحده من انواع التيست اللي بنقوم فيها، وقال انا نعم هذا النظام يراعي كل متطلباتي وانا موافق عليه، فعليا بالنسبه لي انا راضي. ليش؟ لانه حقق الهدف المرجو وحل المشكله الموجوده. اذا الاند يوزر بيقول لك هذا حل المشكله عندي، اوكي، فبالتالي انا اكيد راح اكون مقتنع بمثل هذا الحل. عشان هيك اوكي، لازم دائما ننظر للمحيط الذي نعيش وشوف احنا فعليا شو في مشاكل موجوده، اوكي، وانا بتوقع نحن نعيش ببيئه خصبه ب يعني انه لم نستثمر يعني محليا، انا بقول هون داخليا، يمكن العقول الاردنيه تم استثمارها لتصدير برمجيات للخارج، اوكي، وفي شركات كثير موجوده تعمل على الارض الاردنيه ولكن برمجياتها تصدر للخارج ولا يتم استخدامها محليا. يمكن حاولت بمره من المرات انه احدى الشركات العالميه اللي بتشتغل في مجال الذكاء الاصطناعي وباستخدام بصمه الصوت على وجه التحديد، انه يكون لهم يعني مركز او مكتب اقليمي بعمان بالاردن هون، فكان الرد انه احنا للاسف ما عندنا اي كاستمر في الاردن، معنى اي كاستمر في الاردن، لا بنوك، لا شركات اتصالات، لا شركات اخرى، ولا اي حدا بيستخدم هذه الانظمه. بينما اذا بنحكي وانا هنا لا اتحدث من باب جلد الذات، انا بس بقول وقائع وهذا من خبرتي الشخصيه، لكن بالمقابل يعني لهم استثمارات او خلينا نحكي في مشاريع كثيره بالملايين في الخليج العربي في مختلف الدول، وبالتالي عملوا مكتب اقليمي من فتره بسيطه في دبي، اوكي، وطلابي من طلاب المتميزين اللي اشتغلوا، يمكن بعضهم بيسمعونا اليوم بدون ذكر اسماء، اوكي، اضطروا اشتغلوا يعني ريموتلي لفتره وبعدين اضطروا الان انتقلوا لدبي من فتره بسيطه، يعني انتقلوا لدبي للعمل بالمكتب الاقليمي. فاذا احنا فعليا حتى نكون ونحط يعني صبعنا على الجرح وعلى المشكلة، احنا فعليا ما في عندنا استثمار كبير جدا، اوكي، محليا جوا الاردن، اوكي، في هذه المجالات على ما يجب، وكثير من تطبيقاتنا نشتغل والشركة موجودة يعني شركة موجودة وإلها مكان عمل في الاردن، في عمان، في اي منطقة اخرى، ولكن تصدر كثير من تطبيقاتهم وشغلهم للخارج. يمكن بعض طلابي التقيتهم في المدينة المنورة، يجوا يعملوا مينتنس لبعض الأنظمة في المدينة المنورة.
بالعكس انا هذا شيء بنبسط فيه، هذا يدل على انه احنا في عندنا طاقه بشريه وقدرات بشريه بنفتخر فيها وهذا ممتاز. وبالعكس احنا يعني قطاع تكنولوجيا المعلومات صح احنا بدنا نتصدر هذه التقنيات، لكن سؤالي دائما واي نوت، ليش ما نستخدم محليا؟ ليش ما نفيد الناس؟ ليش ما يصير في استثمار داخل الاردن في مثل هذه التطبيقات؟ ف باعتقادي انه احنا كثير اورينتد وكثير عارفين وعندنا اطلاع كبير جدا في التقنيات، واحنا بنستخدم الانترنت ومستخدمين عدد المستخدمين كبير جدا في الاردن. بعضنا يمكن ما عنده سمارت فون واحد، يمكن عنده اكثر من سمارت فون، ويمكن في بعض محاضراتي بحكي دائما انه يمكن هاي من الكلتشرال شوك، مع اني اردني لكن كلتشرال شوك بالنسبه لي انه لما تيجي تسال واحد او واحد بده ياخذ رقم تليفونه اول سؤال بيقول لك شو خطك، ايش شو خطك يعني، فبتتفاجئ انه هو عنده يعني سمارت ديفايس او سمارت فون لزين ولا امنيه ولا اورنج، وبالتالي حسب خطك مش بطلع من جيبته التليفون المعني او صاحب الخط اللي بتشارك انت وياه بنفس الخط او نفس الشركه او مزود الخدمه، وبيخزن رقمك على ذلك الهاتف. اوكي يعني انا ما مرتش علي انه في دول اخرى، وانا ممكن بعتبر انه يمكن شركات الاتصال لازم تلعب دور في هذا الجانب بحيث انه لا تقلل الهوة، وبالتالي يعني تقلل التعرفة مثلا بين المزودين، وبالتالي أنا بخط واحد بقدر أتصل مع أي واحد بأي شركة. مع أنه أنا شايف للأمانة إذا بقارن يعني من 10 سنوات وجاي يعني يمكن في تطور ملحوظ في هذا الجانب، يعني الإنترنت وسرعته والتعرفة صارت بسيطة جدا، وبتوقع الإشي اللي بحكي عنه هون يعني في طريقه للتلاشي إن شاء الله. ففي صراحة في يعني تطور ملحوظ في هذا الجانب من تطبيقاتنا. خلينا أدخل أتعمق شوي على الأقل بالجانب اللي أنا يعني مختص فيه ربما أكثر، وهو في مجال معالجة اللغات الطبيعية. ولما بنحكي معالجة اللغات الطبيعية اليوم إحنا بنحكي عن استخدام النصوص، استخدام الصوتيات، أوكي، في مجالات مختلفة لعمل أنظمة ذكية، أوكي، وبالتالي وصولا حتى للروبوتات، أوكي، إن يكون عندك روبوت اليوم، أوكي، وشغلي أنا على الصعيد الشخصي مثلاً، وكثير من زملائي بالمناسبة واللي كثير بفتخر فيهم في قسمنا بكليتنا كلية الملك عبدالله الثاني تكنولوجيا المعلومات، يعني تركيز واضح على استغلال هذه التقنيات والذكاء الاصطناعي وكذلك علم البيانات في خدمة اللغة العربية. أوكي يعني ماشي، هنالك يعني من يعمل في لغات متنوعة وما في شك يعني ما في مشكلة، لكن يعني هنالك حراك واضح في كليتنا لخدمة اللغة العربية صدقا. ومش بس هيك، يعني امتد ذلك حتى لإشراك زملاء من أهل اللغة، يعني زملاء بيشتغلوا مثلا في قسم اللغة العربية، تمام، لأنه إحنا بحاجة أهل اللغة. أهل اللغة مش أنا وإنت اللي بنحكي فيها كناتيف لانجويج، يعني مش إنه يعني كلغة أم، أنا بحكي أهل اللغة أهل علم اللغة، أوكي، اللي متمرسين وعارفين اللغة العربية يعني وداخلين بعمق فيه، تمام. فشغلنا إذن استخدام الذخائر النصية، استخدام الذخائر الصوتية لتطوير أنظمة تحليل مثلا خلينا نحكي المواقع الإلكترونية، التويتات، المنشورات المختلفة. بنحكي اليوم دخلنا في جانب له علاقة ب مثلا متابعة خطاب الكراهية اللي بصير الهيت سبيتش مثلا، بنحكي عن الرومرز والفيك نيوز، بنحكي عن الأخبار الكاذبة والإشاعات اللي بتصير وياما كثرها خاصة بالفترة الأخيرة يعني، تمام، وخلال الجائحة تحديدا. بنحكي عن classification of news، classification of text، أوكي، إذا بحكي عن جوانب يعني فيما يخص موضوع ال خلينا نحكي النصوص. على الصعيد الشخصي لما بحكي عن جانب آخر وهو استغلال أو استخدام بصمة الصوت أو الحديث أو الكلام، فإحنا هون بنحكي عن كثير من التطبيقات لها علاقة، يعني شوف بصمة الصوت لحالها إحنا ممكن نعمل منها تطبيقات كثيرة جدا، يعني منها تعرف الآلي على الكلام، كيف حالك؟ أنا حكيت الآن، تترجم نصاً إلى كيف حالك. ونفس الـ speech utterance أو التسجيل الصوتي أو هذا الصوت ممكن أتعرف على اللغة، إنه والله تحدث باللغة العربية أو الإنجليزية أو كذا، وبالتالي language recognition. بنحكي على speaker recognition، محمد، أحمد، كذا. يعني أنا بهذا الجانب يمكن بحب أحكي عن
شوف كيف التطور البصير والتطور الملحوظ في الأدوات والخوارزميات وما إلى ذلك. يعني نفس هذه الشركة اللي حكيت عنها شركة أمريكية وعملت مكتب إقليمي بدبي وبدون ذكر أسماء يعني حتى ما يبين أنا بروج لحدا يعني، لكن الفكرة إنه يمكن بعض طلابي بيعرفوا إنه كنا بنحكي دائما بمادة هندسة البرمجيات مثلا إنه إحنا بدك تضيف function requirement مثلا متطلب وظيفي مثلا، فباجي بقول لهم والله بدي أعمل مثلا يكون إدخال البين نمبر يكون من خلال الصوت، أقول 1 2 3 4 مثلا. فكنا نقول دائما إنه هذا ممكن يتنافى و أوكي في يعني خلينا نحكي تضارب مع non functional requirement اللي هي security أوكي. فمثلا ممكن واحد يسمع الصوت، ممكن يحاول يقلد، ممكن يسجل، ممكن إذا استخدمنا هذه الآلية. لكن أنا بدي أعطيك مثال إنه شوف التطور وين واصل، إنه عملاء بنك أو عملاء البنوك أوكي في أو بنك معين أوكي كلهم عندهم باسورد واحد، كلهم عندهم باسورد واحد. إيش هذا الباسورد؟ my voice is my password. هيك كلهم بيقولوا my voice is my password. يعني بوقف قدام الـ ATM وبحط البطاقة وبقول له please say your password، وعلى طول بيقول my voice is my password. تخيل، وملايين العملاء لهذا البنك، وكانوا قادرين انه اكتشفوا حالتين حاولوا انه يعني يعني يخترقوا النظام. منها حالة يعني اكتشفوا انه بصمة صوته تطابقت مع شخص اخر، وحالة اخرى لا من خارج البنك. فشوف اذا يعني التقدم والتطور المهول اللي احنا واصلين فيه. ايضا من خلال الصوت ممكن نحدد، وشغالين على موضوع الايموشن ريكوجنيشن، انه احدد من خلال صوتك انه انت حزين سعيد اوكي يعني خائف مثلا في عندك خوف او كذا، الايموشن اوكي. ايضا احدد الفئه العمريه اوكي، احدد الجندر ميل فيميل مثلا. اليوم احنا اشتغلنا يمكن وتناقش عندي احد طلبه الدكتوراه في الاسبوع الماضي وكان بيشتغل على التعرف على الروايات القرانيه. انت بتقرا قران وقادر يقول لك والله انت بتقرا بروايه حفص عن عاصم وورش قالون وهكذا تمام. فاستغلينا خلينا نحكي هذه التقنيات وهذه الادوات المختلفه والخوارزميات بما يفيد اوكي لغتنا العربيه والقران الكريم. الاعمال كثيره جدا لها علاقه بالكمبيوتر فيجن كمان، واليوم انا مهم جدا على هذا الجانب او على يعني بهذا السياق احكي عن انه انتقلنا من مرحله، وهذا ليس بالامر الجديد بالمناسبه، لكن انتقلنا من مرحله انه يكون عندي وان موداليتي. يعني انت مثلا نرجع لموضوع التعرف الالي على الاشخاص، فبدل ما اتعرف اليا على الشخص من خلال مثلا بصمه الصوت فقط، صوت ممكن اطلب منه انه يحكي شغله معينه وبنفس الوقت اخذ توقيعه، وبتعامل هون سيجنال بروسيسنج وهون بتعامل ايمج بروسيسنج اوكي. وبالنهايه بنستخدم فيوجن تكنيكس، طرق للدمج وصنع القرار. هون طبعا القرار هنا يكون مثلا اذا انا والله لانه انا بنحكي الصوت تقريبا خصائصه مختلفه عن الصور، وبالتالي الصوت بيقول لي انت فلان والصوره بتقول لي انت فلان حسب توقيعه. ففي عندي فيوجن ات ديسيجن ليفل هون بنسميها فيوجن اوكي، عمليه دمج، وبالتالي جاي قرارين، واحد بيقول له انت فلان والثاني بيقول له انت فلان. اذا كان في تطابق الاثنين بيقولوا محمد ابو شريعه فما فيش عندي مشكله، لكن مشكلتي لما بيكون في عندي خلاف. ففي عندي طرق كثيره جدا ممكن استخدمها في هذا الاطار تمام. اليوم ممكن يكون عندي داتا على شكل يعني مش نصوص ولا مثلا كلام محكي، ممكن يكون فيديو، وبالتالي من هذا الفيديو بقدر اطلع منه شغلات كثيره، فيتشرز كثيره، خصائص كثيره ممكن اطلعها من هذا الفيديو وفعليا ادرب عليها النظام وما الى ذلك. فصار في عندنا توجه اذا للمالتي موداليتي، وطبعا هذا سترينثنز السكيورتي. يعني بنحكي عن انظمه السكيورتي اوكي، فبدل ما تعرف عليك ببصمه، طبعا البيومتركس هيومن بيومتركس مستخدم بشكل واضح عندنا في مجالاتنا، يعني بدل ما استخدم الفويس برنت مثلا او بصمه الصوت ممكن ادعمها بمثلا فينجر برنت الايريس. اليوم تخيل صار يتعرف عليك من خلال مشيتك وانت ماشي بيقول لك هذا فلان وهذا فلان،
اوكي، ويمكن زمان كانوا حتى الايد وكيف يعني هاي الخطوط الموجوده على الايد والفين وكذا انه بيتعرف بالضبط. فيعني مجالات كثيره جدا اوكي في هذا الاطار، تعرف الاله على الاشخاص، تعرف الاله على الامور اوكي باستخدام خلينا نحكي الصفات الحيويه للانسان اوكي. ومنها طبعا لما بنحكي على البايومتريكس هون احنا بنحكي عن نوعين رئيسيين، بنحكي عن الفسيولوجيكال بايومتريكس، والفسيولوجيكال بايومتريكس احنا بنحكي عن صفات ربنا عز وجل خلقنا فيها، منها الصوت ومنها الدي ان اي ومنها الفينجر برينت وامور كثيره. ولما بنحكي على البيهيفيرال اوكي لها علاقه ب يعني لا انت يعني انت اللي توقيعك مثلا اوكي، انت اللي بتعمل توقيعك وبتصمم توقيعك بشكل معين، وبالتالي هذا انت عملته مشيتك كذا، بالتالي انت في شغلات لا بيهيفيرال انت بتتصرف فيها وبتعملها بالشكل الذي تريد اوكي. فبالتالي الدمج طبعا لما نحكي فيسيولوجيكال جرت العادي انه نسبه التعرف بالعاده على الفيسيولوجيكال بايومتريكس بتكون اعلى، لانه هذه الصفات قد تكون وراثيه ثابته عندك اوكي مقارنه بالبيهيفيورال بايومتريكس. عشان هيك لما بصير عندي كثير يعني مالتي موداليتي او مالتي مودال سيستمز اوكي، فبنحاول ندمج البيهيفيورال مع الفيسيولوجيكال حتى يكون عندي هايبريد سيستم. فبدنا يعني شوف مثلا مصطلح هايبريد اوكي، الهايبريد ممكن تحط فيه اكثر من تكنيك، اكثر من خوارزميه، اكثر من بايومتريك اوكي. بالنهايه الهايبريد سيستم واللي هو السبوست بي سمارت اوكي، الاصل انه يعطيك يعني اداء افضل. الروبوتات شوف قديش اليوم يعني في انتشار واضح للروبوتات اوكي، مثلا روبوت بيبر على سبيل المثال، ويمكن انا واحد من الناس عندي طموح صراحه ان اصل لهذا الامر. ففعليا موضوع الروبوتات وكذا حتشوفوا انه في جانب يعني وشغل عليه، يمكن انا في ناس اشتغلوا معي وهذا يعني اللي بدنا نحكي عنه كذلك، يعني في طلاب اشتغلوا معي بمشروع تخرج يعني عملوا روبوت وسميناه النشمي، الهدف منه انه كيف يعني يعني يضبط حركه السير اوكي في الطرقات وما الى ذلك، خاصه على الدوار لانه بصير في ازمات وكذا. وطبعا استخدام الروبوت بحيث انه يكون بديل عن شرط السير مسكين، او يعني بدل ما يوقف يعني فترات طويله تحت الشمس وتحت المطر، وبالتالي ممكن تستخدم يعني هذه الروبوتات في مثل هذه الامور. يعني تطبيقاتنا كثيره جدا، في عندنا زي ما حكينا تطبيقات لها علاقه بالايمج بروسيسنج، تطبيقاتنا لها علاقه بالفيديو بروسيسنج والمالتي ميديا بشكل عام، تطبيقات لها علاقه بالتكست بروسيسنج، تطبيقات لها علاقه بالسبيتش بروسيسنج اوكي، والمالتي موداليتي اللي انا بحكي عنه كله طبعا باستخدام ادوات وخوارزميات في الذكاء الاصطناعي. يمكن البعض كذلك بيسأل انه كلغات برمجه كذا مستخدمه، يمكن الليسب والبرولوج هذه طبعا لغات معروفه، واليوم احنا في استخدام واضح للبايثون مثلا. انا على الصعيد الشخصي اضطريت استخدم في بعض الامور الماتلاب، ويمكن لو بدي احكي لكم كيف الواحد ببلش يعني في بعض الامور يعني وكيف بتعلمها يعني تتفاجأ انه معقول هذا الانسان هيك بلش. ف يعني للأمانة يعني كنا بدائيين، لأنه لم تكن ما كان الماتلاب ضمن، أنا بحكي عن نفسي ضمن خطة الدراسية في أي مادة أخذتها، فما تعلمت ماتلاب، لكن اضطريت أتعلم ماتلاب لأنه هذه المجالات كنت مضطر في بعض الجزئيات أن أتعلم ماتلاب، وبالتالي اشتغلت على نفسي وحاولت أتعلم ماتلاب وتعلمت الماتلاب ووظفته في أعمالي. يعني إذن يعني مهم جدا اليوم، وطبعا لا نغفل اوكي لغات البرمجه مثل السي والسي بلس بلس والجافا اوكي. ويمكن بدك تسال انه يعني احنا طبعا بندرس السي بلس بلس وبندرس الجافا وبندرس البايثون والماتلاب في مواد مثلا بنعطيها في الايمج بروسيسنج وما الى ذلك، فبنعطي كذلك ماتلاب. ففعليا الطالب عندنا بيطلع عنده معرفه في كثير من لغات البرمجه اوكي، ولكن بعض هذه اللغات تدرس على شكل مواد اختياريه مثلا او موضوعات خاصه او كذا، وبالتالي اذا ما اخذها الطالب ما راح يتعلمها اوكي، او برمجيات معتمده اذا ما اخذها الطالب اوكي ما راح يتعلم هذه اللغه اوكي. البايثون مثلا كنا بنعطيه ضمن ماده برمجيات معتمده مثلا اوكي، او مثل موضوعات خاصه وهكذا، وبالتالي الطالب لازم ياخذ مثل هذه المواد لانه تسلط الضوء على يعني موضوعات او لغات برمجه معينه. تمام، يمكن كثير ايجابيات موجوده للذكاء الاصطناعي. انا بتصوري
انه يعني ما بحب استخدم موضوع انه المستقبل هون ناشي وكذا، عشان هيك انا لازم افوت الذكاء الاصطناعي. فعليا انت كثير شغلات من حولك، برجع للمشكله الاساسيه اللي يمكن بدانا فيها، انه كثير شغلات من حولك بتشوف انه يعني حتى طريقه حوسبتها لا تتسم بالذكاء ابدا، يعني عمليات روتينيه فقط بدل الاجراءات الورقيه، انا بس حوسبت يعني نقلتها لنظام حوسبته وانتهى. طب وين توظيف الذكاء البشري؟ وين توظيف خلينا نحكي الذكاء الاصطناعي في كثير من الانظمه، النقل وكذلك، امور كثيره جدا ممكن احنا نشتغل فيها. انا مثلا في جانب بعتبر انه في تقصير كثير فيه، اللي هو الجانب يعني اذا بتروح اليوم على المحاكم مثلا اوكي تلاقي الناس على بعضها، تروح على البنوك الناس على بعضها، المستشفيات الناس على بعضها هيك تمام، خاصه في اوقات الذروه وهكذا. طب وين تقديم الخدمات عن بعد؟ يعني وين تقديم الخدمات للمستخدمين؟ وين توظيف الذكاء الاصطناعي؟ هذا التقدم اللي بنشوفه وينه؟ اوكي، فاحنا بحاجه صراحه ان نوقف ونشوف شو الواقع اللي احنا واصلينه ونحط صبعنا على الوجع على الجرح، حتى نقول بدل ما نظل نحكي بدون فعل اوكي، ونظل نقول المدينه الذكيه والعاصمه الذكيه والمش عارف شو الذكي اوكي، انا رايي لابد ان نقف وقفه ونكون صريحين مع نفسنا ونقول وين مواطن الخلل الموجوده اوكي، وما بصير نضل نقول انه والله خلص يعني عمليه ترقيع بعض الاماكن اوكي او خدمه ولا خدمتين او بعض الخدمات مقدمه لكنها غير كافيه. ومع ذلك انا شايف انه في خدمات مقدمه في بعض المجالات صراحه كثير ممتازه، يعني تطبيق سند كثير ممتاز على سبيل المثال، امور كثيره صدقا ممكن الواحد يعني يحكي عنها ومصدر فخر بالنسبه لنا، لكن انا شايف انه احنا بحاجه نستثمر اكثر في هذا الجانب، بحاجه نستثمر الذكاء الاصطناعي وننتقل الى مراحل متقدمه، لانه العقل البشري موجود وهنالك امكانيه بانه نقوم وكانفراستراكشر ممكن تامينه، ولكن احنا بحاجه انه فعليا نشتغل بما يخدم المجتمع بشكل افضل. يعني يمكن على الهامش في هذا الموضوع بحب احكي على موضوع مشاريع التخرج، يعني احنا مثلا صح احنا يمكن نحكي عن موضوع بدنا نشجع الطلاب انه يدخلوا هذا التخصص، لكن بالمقابل ما تدخل هذا التخصص وبكره تطلع لي بتطبيق ريزرفيشن سيستم، نظام حجز حجوزات، والله حجز الدكتور بالصيدليه بدي او بدي اروح اخذ المطعوم او طب ما هو موجود والله نظام اللي عملته وزاره الصحه او معمول ضمن وزاره الصحه اوكي افضل بكثير مما قدم حتى على صعيد مشاريع الطلبه، يعني في موادنا اللي احنا بندرسها تمام، ولا استخدم فكره الريزرفيشن انه بدي كيف الناس تحجز بالجيم مثلا، فكره الريزرفيشن عمالها بتتكرر عندي لكن حاطينها بانظمه مختلفه، مش هذا اللي بدنا اياه، بدك تدخل بدك تبتكر بدك تطلع بافكار اوكي فعليا رياديه، تعمل نظام تعمل روبوت تعمل امبيدد سيستم. انا اليوم ما بدنا نضل نحكي عن سوفت وير، بدنا ننتقل لموضوع لما بنحكي عن الارتفيشال انتليجنس وهذا البرنامج او برامج الذكاء الاصطناعي، لازم يطلع من عندك بالنهايه اله، لازم تعمل شيء تصمم شيء بحيث انه يعني يقوم بأداء مهام معينة أوكي باستخدام وسائل الذكاء أو الذكاء الاصطناعي بشكل عام. أنا بدي أحكي عن إذا بتسمحوا لي، أنا عارف إني طولت عليكم بس يعني رح أحاول أوجز قدر المستطاع. بالنسبة لي هنالك حاجة كبيرة جدا وهذا اللي بدنا إياه من طلابنا واللي جايين إن شاء الله وداخلين هذا التخصص واللي أنا بشجعهم جدا جدا إن يدخلوه اوكي، بدنا اياكم تدخلوا وعندكم رغبه بخدمه اللغه العربيه، بدنا تطبيقات تخدم اللغه العربيه اكثر، بدنا محتوى لغه عربيه اكثر. انا يعني واحد من الناس تغلبت بعام 2014 يعني كونت فريق في احدى الشركات و يعني ضمن تعاون يعني بحثي واستشاري من خلال الجامعه طبعا وهذه الشركه، وتغلبت انه يعني حتى احصل الاشخاص المعنيين اللي ممكن يفيدوني ويفيدوا الشركه صراحه بالمشروع اللي كان بيشتغلوا عليه. عشان هيك يعني صرت اطرح مثلا او كنت اعطي موضوعات في مشاريع التخرج وكذا، وفعليا بالنسبه لي كانت تعتبر تو ليت، يعني متاخر انت تيجي على طالب بالسنه الاخيره من دراسته ومن خلال مشروع التخرج بتدخله على مثل هذه الموضوعات. انا رايي انه اليوم
لو أنا عندي شركة قطاع خاص أو أنا بدي أعين ناس وبحاجة يعني فريق عمل يكون فعلا مختص، أو الشغل تبعنا مينلي ذكاء اصطناعي، بيجيني واحد مثلا متخرج علم حاسوب وأنظمة معلومات حاسوبية وهندسة برمجيات ومثلا أمن سيبراني وكذا، ولا بيجيني واحد مختص من البداية بالذكاء الاصطناعي؟ وبرجع بقول حسب الدومين وين تشتغل هذه الشركة. لا، أنا راح أفضل الطالب أو الشخص الخريج اللي عنده شهادة بكالوريوس في الذكاء الاصطناعي، لأنه هذا فعليا راح يبلش أو بياخذ مواد متخصصة، فلما بيجي بيعمل مشروع تخرج كذلك ما راح نتغلب معه. أنت فعليا كأنك بصدق أن تحفر بالصخر لما بتيجي على طالب بالسنة الأخيرة وبتقول له يلا اشتغل على موضوع في الذكاء الاصطناعي. هذا الفصل أخذت أنا مجموعة واحدة بتشتغل على تشات بوت، تشات بوت، لأنه أنا يعني أخذت على نفسي يعني عهد إنه أمشي أو أخذ يعني فقط خلينا نحكي مجموعات بتشتغل إشي ريادي وإشي جديد، أوكي؟ فبالتالي مشيت بهذا الاتجاه. أما الشغلات والمواضيع المكررة، ودائما بحث الآخرين إنه لازم نوقف، حتى لو إجا الطالب وقال لك والله بدي موضوع الفلاني، قول له لا، الآن بدنا ننتقل لطبيعة جديدة من هذه الموضوعات. فعليا كان عندنا طلاب كثير صدقا يعني بيشتغلوا في هذه المجالات. إذا تطبيقات في اللغة العربية باستخدام الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية، محلل نحوي، محلل صرفي، دلالي، تحليل الكلام، تحليل التعرف على الأشخاص من خلال بصمة صوت وبلغة عربية والإيموشن وكذا. في جانب مش كثير مغطى، ويمكن يمكن بعض الطلاب اللي حابين يدخلوا في هذه المجالات يكون عندهم مثلا شغف ان يدخلوا فيه، اللي هو توليد الكلام بالنسبه لنا باللغه العربيه. تخيل باللغات الاخرى وصلوا مرحله توليد الكلام اللي هو يعني سبيتش جنريشن، يعني خلينا نقول، او انه انا من نصا يقرا لي او يحكي مثلا كلام، اوكي، او يحوله الى كلام، بنسميه سبيتش سينثيسيس او تكست تو سبيتش، واللي هي العمليه العكسيه من السبيتش ريكوجنيشن وهي سبيتش تو تكست. ففعليا باللغه العربيه ما زلنا يعني في عندنا ضعف في هذا الجانب، واحنا بحاجه شغل اكثر فيه. احنا بحاجه ناس اليوم يهتموا في موضوع زي ما حكينا توليد الكلام للغه العربيه، مثلا تحليل هالجرائم اللي بتصير ومحاور القضايا الكثيره جدا، ومن خلالها انا بقدر احدد مثلا نظام ذكي قادر انه بناء على يعني معطيات او وقائع قضايا بالسابق، أنا قادر كذلك أحدد شو راح يكون حكم المحكمة مثلا في قضايا جديدة. أوكي؟ هذا موضوع ما زال، وطبعا يعني يمكن ليش احنا ما بنشتغل فيه أو مش قادرين نفوت على بعض المجالات؟ طبعا هو الشح الملحوظ في توفر البيانات، ودائما بنقول احنا garbage in garbage out. هذه قاعدة أساسية. إذا عندك المدخلات كانت سيئة وذات جودة سيئة، فشو ما حاولت تتحسن، والعمليات والخوارزميات وما إلى ذلك، شو ما حاولت تتحسن المنتج سيبقى إيش؟ ذات جودة سيئة. وبالتالي بدنا نركز على موضوع البيانات. هلا الجوانب كثيرة جدا صراحة، يعني ممكن إحنا نركز عليها في موضوع الذكاء الاصطناعي. يمكن أنا عشان نعطي مجال يمكن لأسئلة وكذا، يعني بتمنى عليكم إنه ادخلوا هذا الموضوع بشغف، ادخلوا هذا المجال. إذا يعني أي شخص حابب يدخل هذا البرنامج، يعني يدخل وبنفسه إنه أنا ما بدي أكرر، خلينا نحكي أنظمة يعني عفى عليها الزمن وشرد، بدنا نطلع بأفكار تفيد المجتمع وتفيد الإنسانية وفعليا ننهض بمجتمعنا بشكل عام. وآخر شغلة بدي أحكيها في هذا الجانب، إنه التقدم اللي احنا بنشهده في التقنيات المختلفة والهاردوير والسوفتوير والشبكات وما إلى ذلك، إذا ما تبعوا تقدم عندنا احنا كذلك كمجتمع كمستخدمين تقبل هذه التقنيات، فعليا يعني النهوض والتقدم في هذه التقنيات لابد أن يتبعوا كذلك، إنه أنا كذلك تقبلي لهذه التقنيات لابد أن ينهض ولابد إنه يتقدم. أوكي، شو الفائدة يكون عندي أفضل نظام بالدنيا وأنا مش عمالي بستخدمه؟ تمام. فيعني امور كثيره جدا، يمكن زي ما حكينا ما بدنا احنا نسهركم اكثر، لكن الحديث فيها يطول.
ويعني بتمنى إن شاء الله إنه نشوفكم عندنا مثلا في الجامعة الأردنية وفي تخصص الذكاء الاصطناعي. بتوقع يعني صار في أوريدي وان باتش أو دفعة أوريدي دخلت، وإن شاء الله بتمنى يعني تستمتعوا في هذا التخصص لأنه كثير كثير ممتع. فأنا بدي يمكن أعطي مجال للأسئلة. موادنا طبعا كخطة موجودة، يمكن إذا بدي أحكي وأنا ما بدي أروج لجهة صراحة دون عن الأخرى، لكن إذا بتسمحوا لي إنه يعني يمكن في عندي تخوف بسيط، وهو هذا الانفتاح اللي صار على فتح برامج في الذكاء الاصطناعي يمكن في كافة الجامعات سواء كانت حكومية أو خاصة. يعني إحنا بدنا نتأكد كمان إنه هل هنالك سوق محلي قادر إنه يستوعب هذه الأعداد أو أعداد الخريجين أو لا. يعني يمكن أنا لو كنت أنا مثلاً أو صاحب قرار في هذا الموضوع ممكن أختار بعض الجامعات اللي فعلياً في عندها القدرة إنه تتبنى مثل هذه البرامج، ويمكن في كل أو في كل منطقة أو إقليم مثلاً ممكن نفتح في جامعتين أو كذا وقد يكفي. لكن شفنا إنه بالآونة الأخيرة يمكن كل الجامعات فتحت في الأمن السيبراني وفتحت في علم البيانات وفتحت في الذكاء الاصطناعي، فشوية عندي تخوف في هذا الجانب. أوكي أخيراً إحنا طبعاً يمكن أنا وكل زملائي من الناس اللي بلشنا بعلم الحاسوب وماجستير كذلك علم الحاسوب وحتى الدكتوراه، وبعدين طبعاً في رسائلنا الجامعية وأطروحات الجامعية تخصصنا في موضوعات دقيقة. لكن يمكن زي ما حكيت في قبل شوي إنه مش غلط إذا إنه أنت بتبلش ذكاء اصطناعي، بس بدك تعرف حالك إنه أنت بدك تمشي في هذا الاتجاه. بلشت أمن سيبراني بدك تمشي تقريباً في هذا الاتجاه أوكي حتى النهاية. أوكي فطبعاً سأقف عند هذا الحد لأنه يمكن حتى الأخ عبد الله يمكن لازم وقفتني. أوكي فسأقف عند هذا الحد أوكي، ويمكن نستقبل أسئلة وإذا في أي شيء أنا جاهز. شكراً جزيلاً على السماع. ما شاء الله عنك دكتور، أنرت معلومات قيمة عن التخصص هذا. يعني الذكاء الاصطناعي يعني مجال واسع جدا وله فوائد المفروض نستثمرها بحياتنا لننهض بأمتنا إن شاء الله. في عنا كم من سؤال بسيط يعني متكررات، هم إنه في شو الفرق بين الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات؟ يعني مين الأحسن إن أنا أفوت عند حاسوب بعديها، قصدي الذكاء الاصطناعي وعلم حاسوب؟ نعم. شو أحسن أفوت عن الحاسوب أتخصص ذكاء اصطناعي ولا من البداية أبلش بالذكاء الاصطناعي؟ طيب هلا يمكن أنا حاولت بشكل أو بآخر أجيب على هذا السؤال يعني، لكن برجع بعيد. كلنا يمكن كل دكاترتكم مستقبلا يعني اللي بدهم يدخلوا والطلابنا اللي عم قاعدة الدراسة كلنا مشينا بهذا الاتجاه. يعني أخذنا يمكن بكالوريوس بتخصص عام أوكي، ثم تخصصنا بالدراسات العليا، لكن كان توجهنا أكاديميا بالنهاية we ended up يعني هينا مندرس في الجامعات وتخصصنا في الدراسات العليا. أنا برجع بقول إنه اليوم، وقلت لكم يمكن أنا من الناس اللي تغلبت لما جيت أشكل فريق يعني في تطبيقات ذكاء اصطناعي وكان مطلوب لدى يعني شركة معينة، فتغلبت حتى وجدت ناس يعني أنتم الجاتس وحابين فعلا هذا المجال واشتغلوا معي في مشاريع تخرج، فيعني تغلبت حتى وجدت هذا خلينا نحكي التوليفه من الطالب اوكي ونتاجات تعلم موجوده فيه بما يفيد سوق العمل المختص في الذكاء الاصطناعي. لكن اليوم انا متاكد انه في شركات موجوده، وبالمناسبه بحب احكي لكم يمكن خريجينا بشكل نسبه كبيره جدا، خريجي الجامعه الاردنيه بشكل نسبه كبيره جدا بشركات القطاع الخاص المهتم والذي يعمل في مجال الذكاء الاصطناعي. اوكي يعني يمكن من قبل كم يوم شركه صحيه معروفه اوكي تواصلت معي وبدنا من خريجينكم، وقبلها شركه اخرى كذلك في هذا المجال اوكي. يعني الطلب كبير على خريجي الجامعه الاردنيه، وهذا طبعا يعني ليس بغريب لانه خريجنا بفضل الله تعالى عنده المعرفه الكافيه، نتاجات التعلم يعني تدرس بعنايه. برجع بقول يعني لن تعطيك أي جامعة أيا كانت كل شيء تريد أوكي، فهنالك جانب أنا وإنت كطالب لازم نقوم فيه
يمكن على الهامش بحب أحكي عن إحدى الحالات، واللي بتمنى ويمكن والده بيشاهدني لأنه شفت عمل له تاج لابنه، بتمنى ابنه يدخل الجامعة عندنا، لأنه اوريدي يعني من تقريبا 3 4 سنوات عنده هذا الاهتمام وداخل في مجال الذكاء الاصطناعي، وصار اوريدي عنده يمكن يعني يفوق الأربعين شهادة ماخذهم كورسات من خلال الكورسيرا وغيره. تمام، وبتمنى وقلت له انه بتمنى انه ابنك ينضم لنا للجامعه الاردنيه. طبعا يمكن قدم هو لجامعه اخرى يعني، وبنفس الوقت تقدم للجامعات او خلينا نحكي في القبول الموحد، لكن ما بعرف. لكن انا قلت له بتمنى. جانا طالب، شوف لما الانسان، انا برجع بقول انه ادخل هذا التخصص وانت حابه، ادخل هذا التخصص وانت حابه، لانه اذا كنت بتحب هذا المجال انت راح تبدع. في احد احدى الحالات، اسمحوا لي بس يعني لن اذكر اسم، لكن يعني عندما كنت نائبا للعميد في الكليه اجتني حاله طالب كان مقبول عندنا في الجامعه الاردنيه بدكتور صيدله، واجى لعندي وسالني عن تخصصات الكليه، وطبعا شرحت له. قال لي دكتور انا دخلت يعني هذا التخصص لانه رغبه اهلي انه ادخل، ومعدلي بيأهلني اخذ يعني دكتور صيدلة، وقبلت في الجامعة الأردنية دكتور صيدلة، لكن أنا يعني اتجاهي توجهاتي خلينا نحكي وميولي للحاسوب. وصدقا أنا حتى لا أجبره وما أقع في مشكلة إنه والله يعني أدخل بينه وبين أهله يعني، فأنا نصحته قلت له شوف أنا حتى تقتنع يعني يعني تقدم على مثل هذا القرار بالحجة الدامغة مثل ما بيقولوا، فأنا بدي أنصحك نصيحة. قال لي شو، حكيت له أنا بدي تدخل ببعض المحاضرات عندنا، أدخل يعني أحضر كم محاضرة في بعض المواد وبعد تقرر. واتصلت صدقا مع بعض الزملاء اللي يعني على عيني وراسي من فوق وبقدرهم وبجلهم، وحضر عندهم بعض المحاضرات أسبوع كامل حضر عندنا في الكلية. بعدها جاني وقال لي دكتور انا بدي احول على قسم السي اي اس. طبعا وقتها ما كان في عندنا ذكاء اصطناعي وهذه البرامج يعني مستحدثه يعني جديده حديثا. ف وطبعا بالمناسبه يعني حول لسي اي اس عندنا في القسم في الكليه، ودرست في مواد وكان يعني وبتابعه من عن بعد طبعا، لكن شايف انه كثير مبدع وما شاء الله من الاوائل. فهو داخل على التخصص بحب وبشغف. تمام، فهذا اللي انا بحكيه انه انت بتدخل على تخصص، فانت تدخل حاسوب وبعدين تتخصص ولا من البدايه؟ انا بقول لك القطاع الخاص اليوم لا، في شركات بدها ناس يعني عندهم هذا التوجه اوكي، وبالتالي بدهم ناس متخصصين بالذكاء الاصطناعي من البدايه اوكي. فبالعكس انت متخصص في هذا المجال، لكن اكيد راح تظل مستمر تقريبا في هذه المجالات اوكي لقدام، يعني بدك تظل متخصص تقريبا في الذكاء الاصطناعي. تمام، يعني هاي الفكره. فيعني كلاهما ممكن، لكن هنالك نسبه كبيره جدا في القطاع الخاص لا، بدها ناس متخصصين بالذكاء الاصطناعي، وبتوقع يعني مش غلط انه نبلش في الذكاء الاصطناعي. انا واحد من الناس، بس اخر نقطه في هذا الموضوع بحثيا، مشروع تخرجي في مجال معين في السبيتش بروسيسنج، في الماجستير رساله الماجستير في السبيتش بروسيسنج، ورساله الدكتوراه اطروحه الدكتوراه كانت في السبيتش بروسيسنج. يمكن لو كان في تخصص ذكاء اصطناعي انا ذات مثلا كتخصص منفصل يمكن كان دخلت فيه، لأنه هذه التطبيقات وكثير تعبت حتى يعني اشتغلت على هذه المجالات صراحة. تمام تمام وصلت دكتور. يعني هو مظبط إنه ندخل ذكاء اصطناعي نتخصص فيه من البداية، هو هذا الأحسن صار مطلوب من الشركات، ومظبط برضه من علم الحاسوب بعدها نتخصص الذكاء الاصطناعي. نعم نعم ممكن، لأنه هو الأساس. بنرجع بنقول إحنا حتى الخطط الموجودة كل البرامج سي اس والسي اي اس والبي اي تي والامن السبراني والذكاء الاصطناعي والعلم البيانات عندنا احنا، طبعا كوننا كلها تنتمي لنفس الكليه، فمواد الاجباريه للكليه واحده. تمام، فبنحاول ناسس الطلاب، وفي هنالك يعني شغل صدقا يعني واضح في الكليه نحو حتى تحديث المواد يعني متطلبات الكليه او اجباري كليه. تمام، بحيث انه يعني يصير الطالب عنده يعني مهارات كافيه ومعرفه كافيه رياضيا وكذلك برمجيا ابتداء من خلينا نحكي اول سنه. خلينا نحكي دكتور، في عندنا كمان سؤال اللي هو بحكي شو مجالات العمل بعد التخرج، وكم متوسط الرواتب عندنا للذكاء الاصطناعي او برا بشكل عام يعني؟ نعم،
والله شوف، يعني مجالات العمل متنوعة. يعني احنا بنحكي اليوم في مثلا مهندس تعلم آلي، عالم بيانات مثلا، مطور برمجيات ذكية، اوكي، بتحكي عن يعني الجوانب اللي لما بنيجي على موضوع الجانب البرمجي، اوكي، فالمعرفة بالأدوات المستخدمة في واللغات البرمجة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي مهمة جدا. مش أي واحد، يعني أنت ممكن تكون مبرمج بايثون مثلا، أو تمام، فحتى في جانب البرمجة أوكي هنالك حاجة كبيرة جدا في هذا الجانب. يمكن اليوم أنا كمان يعني شيء فاتني أحكيه، وهو كثير من الـ يعني حتى الأوبن سورس كود، وحتى بعض الـ الأدوات المستخدمة، كالدي اوكي ان ال تي كي وكذا، يعني بعضها بتكون حتى اوبن سورس وكذا، وبعضها حتى يعني كثير من الشغل بالمناسبه بيكون شغله على بيئه اللينكس والاوبونتو تحديدا يعني، تمام. فانا كثير بنصح انه يكون عندك معرفه واطلاع على اللينكس كوماند، ومش غلط تاخذ كورس في هذا الجانب، لانه يعني صدقا بدك تشتغل شغل متقدم في هذه الموضوعات انت بحاجه تدخل عالم اللينكس او بيئه اللينكس كاوبريتنج سيستم. فالوظائف متعدده يعني، وطبعا يمكن في كثير ناس بتقول انه اكمل دراسات عليا، دكتور، ماجستير، دكتوراه مستقبلا، ولا مثلا اكتفي بالبكالوريوس وكذا. يعني انا يمكن كذلك حالي بحب اشير إلها، يعني طالبه اخذت سيرتيفيكيت يعني جافا سيرتيفايد، كانت يمكن قبل ما تكون جافا سيرتيفايد ما كان يعني فيها يعني تقدم للشركات وما حد يناديها حتى للمقابله. وونس يعني صار عندها الجافا سيرتيفيكيت، اوكي، على طول صارت يعني ما شاء الله يعني، واخذت يعني وظيفه كثير ممتازه. هلا معدل الرواتب نرجع بنقول فريش جراجويت كثير من القطاع الخاص يعني ببلش ب 350 400 دينار، ويمكن في عندهم شويه انسنتيفز بعد سنه زمان او سنتين زمان ممكن يوصل ل 600 دينار ربما اكثر. هلا مع الخبره اوكي يعني ممكن يزيد الراتب على خلينا نحكي ال 1000 دينار وكذا. يعني انا عندي وقائع وبعرف ناس يعني بعد اول سنه يعني قفز راتبه، لانه في عندهم اختبارات كذلك يعني بيقيموا الموظفين عندهم، فاذا اجتاز هذه الاختبارات يعني ممكن يقفز راتبك بعد السنه الاولى الى 600 دينار وربما اكثر، تمام. فبنرجع بنقول الخبره يعني لها دور في هذا الجانب، موضوع الرواتب. تمام دكتور. بالنهاية بدنا نصيحة منك للي بده يدخل الذكاء الاصطناعي أو بالآي تي بشكل عام، شو بتنصحه عشان بده يدخل هذا المجال، وشو الدراسة اللي يدرسها؟ تمام. يعني ختاما يعني بحب أوجه طلابنا الأعزاء أو الطلبة المقبلين يعني والراغبين بالتخصص في الذكاء الاصطناعي والحاسوب وكل فروعه المختلفة، برجع بأكد بأنه لابد أن يعني يكون عندك حب لهذا التخصص. يعني إذا حبيت التخصص وكان عندك شغف، أوكي، أكيد رح تبدأ فيه، أكيد بدون أدنى شك رح تبدأ فيه. وإذا اهتميت بنفسك، وإذا فعليا ما يعني كل شيء مثل ما نقول سبون فيدينج، يعني إحنا ما حدا بيعطيك كل شيء وكامل المعرفة اللي أنت بتحتاجها فعليا. خططنا الدراسية كاملة، وهنا أنا مش بس بحكي على الجامعة الأردنية، أنا متأكد جميع الجامعات الأردنية حكومية أو خاصة أوكي بتهتم بموضوع نتاجات التعلم، ويمكن معظمهم أصبحوا إيبت أكريديتد، يعني صافي عندنا يعني الكل تقريبا شبه الكل حصل على اعتمادية الأبت، وبالتالي يعني إذا في عندنا يعني متابعة حثيثة لنتاجات التعلم. اوكي، خططنا بشكل عام يتم تقييمها من خلال القطاع الخاص، وبالتالي اذا كان في حاجه لاجراء تعديلات على الخطه الدراسيه فيكن، اوكي، وهذا يعني تقوم به الكليه واللجان المختلفه اوكي بشكل مستمر وحثيث. اذا احنا بغض النظر عن اي جامعه بنحكي، لكن يعني هذه التخصصات بحاجه انسان قادر انه يتعلم، يعني مش بس يعتمد على الماده العلميه المعطاه له. لو كلنا بدنا نعتمد على المادة العلمية اللي أعطيت لنا يمكن ما دخلنا في موضوع أو موضوعات متقدمة وفي الذكاء الاصطناعي، صدقا كان كله جهود شخصية. أنا يمكن في لايف سابق أو مداخلة سابقة يمكن سئلت عن إيه وين ماشي أنت في أعمالك البحثية، وقلت لهم أنا ماشي باتجاه
انه ابني روبوت وحيكون اسمه تميم، لانه هذا عامل فيرجننج لسيستمز عندي يعني، تمام، وشغال في هذا الاتجاه، وراح اوصل بمشيئه الله الى موضوع او الى روبوت اسمه تميم. لكن بالمقابل هل لدي المعرفه الكافيه في الروبوتات؟ صدقا اقول انا ما يعني ما اشتغلت بايدي، اوكي، ما عندي الهاندز اون خلينا نحكي اكسبيرينس بعمل الروبوت، يعني انا صادق مع نفسي، وبالتالي هذا يتطلب مني انه انتقل الى مستوى اخر واتعلم. ويمكن في محاضرات كنت افرجي طلابي انه بفوت على اليوتيوب وبحاول اشوف بعض القنوات اللي بتعلمني كيف اتعلم روبوت، تمام. وبالتالي حتى دكتورك او يعني ما في انسان كامل، اوكي، ما في انسان كامل، هذه نقطه مهمه جدا. فبالتالي لازم ومجالاتنا دائما يعني في عندنا السرعه واضحه، او خلينا نحكي يعني في يعني تطور مهول نشوفه نشهده يوم بعد يوم، وبالتالي في عندنا تغيرات كثيره جدا بتطرأ على الساحه. وبالتالي اذا انت هل اكتسبتهم قبل 10 و20 30 سنه بدك تضلوا قاعد عليهم؟ فعليا احنا ما تطورنا، اوكي، اللي بتاخذه بالبكالوريوس بدك تاخذه بس، فعليا ما راح تتطور. اذا انا بنصحك يكون عندك اليه للتعلم المستمر، انه كيف انا يكون عندي دائما يعني منهجيه انه كيف اطور من نفسي، اوكي. نعم، اتجه نحو سيرتيفيكيشنز، مش غلط انه تاخذ شهادات متخصصه في لغات برمجه في اي شيء، وبغض النظر يعني بايا كان من اي جهه كانت، لكن انت يعني انتقل لهذا الجانب، يعني اشغل على نفسك، كون ما تنتظر لمشروع التخرج حتى تصير تتعلم لغه برمجه معينه. يعني انا صرت الاحظ بالفتره الاخيره، والله دكتور احنا بناخذ بفلتر مثلا بكذا مثلا، تمام، ما في مشكله، بس انت يو ار تو ليت، انت متاخر. انا بقول لك بتمنى الطالب اللي ماخذ 42 شهاده اوريدي عنده، اوكي، هذا جاهز انه يفوت على الذكاء الاصطناعي، هذا ما بدي اتغلب معه، اوكي، من اول يوم بيدخل فيه على الجامعه. هلا اذا بتسالني هل انا والله اذا ما اخذت شهادات او كذا يعني هل هذا متاخر، بقول لك اليوم قبل، شوف لسه باقي يمكن حوالي شهر حتى يبدا الفصل، خلال هذا الشهر حاول اخذ شيء، اوكي. فالاصل انه زي ما حكيت التعلم المستمر مهم جدا بالنسبه لتخصصنا، اوكي، فما بدنا نمل، ما بدك تركن على اللي بتاخذه فقط، بدك تنهض بنفسك والكفاءه الموجوده عندك من خلال التعلم المستمر، تبني لنفسك خطه، يكون عندك تارجت انت وين بدك توصل، اوكي، وفعليا تشتغل بهذا الاتجاه. هلا برمجيا رياضيا هذه موضوعات مهمه جدا، البرمجه والرياضيات ويعني المواد الخاصه بالرياضيات مثلا بشكل عام مهمة جدا، وتقوي نفسك رياضيا وكذلك برمجيا. عشان هيك احنا يمكن في دراسة حاليا، انا ما بحكي بشكل رسمي لانه يعني انا جاي هون كشخص بده يحكي عن الذكاء الاصطناعي وهذا التخصص بشكل عام، فلا امثل اي جهة، لكن هنالك توجهات انه يصير في تطوير نحو انه فعلا قوي الطالب من البداية رياضيا وبرمجيا، وهذه جهود تحترم وتشكر صراحة. فمهم جدا أنه يتعب على نفسه الشخص، يكون عنده كثير مهتم في هذا الجانب وحابب فعلا يخدم، يطلع حواليه، he is a problem solver، أنت شخص حلال مشاكل. إذا عندك هذه الخاصية أنه أنت قادر أنك تحل مشاكل، أنا شايف أنه أنت شخص مناسب، أوكي، في مجالنا. كثير بكون مبسوط لما بشوف مسابقات وتعليم البرمجة للأطفال وكذا، ويمكن في مسابقات البرمجة اللي كانت تعقد بعض المدارس الخاصة كانت ترسل فرق إلها يشاركوا، وكانوا يجيبوا يعني مراتب أو يعني ترتيبات جيدة جدا. وبالتالي فعليا لازم يكون عندنا جيل، وأنا بتوقع الجيل اللي بيدخل الآن على الجامعات جيل يعني تعرض للتقنيات واستخدم التقنيات وصارت لغته، وبالتالي احنا إن شاء الله مش خايفين عليه، لكن بده يستمر ويكون عنده زي ما حكيت اللي التعلم مستمر بهذا الجانب، وما يعتمد فقط على المادة العلمية اللي بيأخذها. بالعكس، كل ما طورت أنت من نفسك، تعلمت شغلات جديدة، كل ما تميزت، وكل ما سوق العمل يعني ما بتتأخر، على طول بيأخذك قبل ما تنهي. يعني يمكن بالفصول الأخيرة تكون أورد محصل يعني وظيفة أو من خلال الانترنشيب أو التدريب الميداني تبعك. صحيح دكتور، تمام. الله يجزيك كل خير على نصائحك، شكرا، كنا استفدنا يعني. مش بس السنافر استفادوا، كلنا طلاب سنة ثانية وثالثة استفدنا من هذه المعلومات. الله يسعدك، الله يسعد علمك دكتور، والله يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. اسمح لي بس بأقل من دقيقة، يعني بحب أشير بأنه يعني ميزة كبيرة جدا الكادر التعليمي الموجود عندنا في هذه المجالات،
مجالات متنوعة في علم الحاسوب وفي الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، يعني يشار لهم بالبنان ولهم أسماء ولهم إسهامات كبيرة جدا صراحة. وبالتالي إن شاء الله يعني إذا دخلتم في قسم أو خلينا نحكي في الكلية عندنا في الجامعة الأردنية، فبمشيئة الله أنتم بأيدي أمينة، وإن شاء الله راح تحصلوا على المعرفة والعلم يعني اللي بيمكنكم إنه إن شاء الله تستمروا في المجالات المختلفة. وبرجع بأكد على إنه لا تنسى إنه شغلنا مالتي ديسيبلينري، إحنا متشعبين، اطلع من حواليك وشوف وين ممكن تقدم هذه الخدمة، وبتوقع إن شاء الله ستجد فرص كثيرة جدا بإنه تقدم فيها خدمة البرمجة وعلم الحاسوب والأتمتة والحوسبة وعمل آلات زي ما حكينا الذكية في البداية. الله يعطيكم العافية وبشكركم وسهرناكم اليوم، وبعتذر مرة ثانية على يعني التأخير اللي صار، يعني لم يكن باليد ولا بالحسبان. الله يعطيكم العافية، جهودكم مشكورة، وأهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله نرجع للتعليم الوجاهي ونشوف السنافر إن شاء الله وننكش مخاتنا عليهم شوية. إن شاء الله بالجامعة وبالدوام الوجاهي إن شاء الله. ما شاء إن الله شاء الله عليك، يا رب. الله الله يجزيك يخليك، الخير ويعطيك العافية يا رب. الله يعافيكم، الله يعطيكم العافية، شكرا لحضورك معنا. الله يسعدك، مشكورين جدا، وتصبحون على خير، الله يعطيكم العافية. طبعا شكرا لكل اللي حضروا اللايف هذا، الله يجزيكم كل خير، واستمتعنا باللايف، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا اللايف لو على الأقل من القليل من المعلومات عن هذا التخصص. الله يوفقكم بحياتكم ويكتب لكم الأفضل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية.